بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيد أحمد الدكين رضي الله تعالى عنه بأدلته. وما زلنا في باب الأذان، قد وصلنا فيه إلى أن الأذان عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مسنى مسنى ما عدا الجملة الأخيرة وهي التهليل. قال: ولو الصلاة خير من النوم. قال: وهو مسنى ولو الصلاة خير من النوم، لصبح خاصة بعد الحيعلتين، بعد حيعلة الصلاة حيعلة، خلافا لمن قال بإفراده. يعني بعض الفقهاء قال بإفراد الصلاة خير من النوم، لكنها عندنا في المذهب المالكي يسمى أن تقول أن تقال الصلاة خير من النوم مرتين، إلا الجملة الأخيرة منه وهي لا إله إلا الله، فمفردة اتفاقا في مذهب الإمام مالك وفي غيره من المذاهب. قال: وخفض المؤذن ندبا، وخفض المؤذن الشهادتين مسمعا، ثم رجعهما بأعلى صوته مساويا بهما التكبير. دي صفة الايه؟ صفة الأذان عندنا. وخفض المؤذن ندبا الشهادتين، أشهد أي أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حال كونه مسمعا، بالتضعيف مسمعا، أو يقول مسمعا، يعني إما من سمع أو من أسمع. فإن لم يسمع بهما الحاضرين لم يكن آتيا بالسنة. ولذلك كثير جدا من المؤذنين يؤذن في الميكروفون وما تسمعش منه الشهادتين. يعني تجي يؤذن الله أكبر الله أكبر، وبعدين ما تقولش حاجة. يبقى ده أذان، ده اللي يقول في سره يبقى مؤذن. الأذان يعني جعل للإعلام لدخول وقت الصلاة، يبقى لابد من إظهار كل الإيه؟ كل الجمل. لكن هنا بس يسمع بها الإيه؟ الحاضرين، ثم يرجعها بأعلى إيه؟ بأعلى صوت. قال: كما لو تركهما بالمرة، كما يقع كثيرا من المؤذنين في هذه الأزمنة. وده حاصل، الشيخ الدكتور يقول كان من 250 سنة، فما بالك لو جاءنا المؤذنون في عصرنا هذا يخلطون يعني طريقة الأذان، يعني أحيانا تكون مش موافقة لأي طريقة من إيه؟ من الروايات الواردة في السنة. يعني يكبر مرتين ولا يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ودي لم يقل بها أحد. ما دام في تسمية في التكبير فقط، يبقى لابد من تتبيع الشهادتين. لكن ممكن يربع التكبير ويربع الشهادتين، هذا وارد صحيح. قال: ثم بعد خطهما مع التسميع رجعهما، أي أعادهما بأعلى صوت حال كونه مساويا بهما حال الترجيع. يعني يقول بأعلى صوت مساويا بهما حال الترجيع، التكبير في رفع الصوت. يعني أن الشهادتين يسمع بهما الحاضرين، أما التكبير وحي على الصلاة والشهادتين في المرة الثانية
يسمع بهما البعيد كالحيعلتين والتكبير والتهليل. ثم قال: وهو مجزوم بلا فصل، يعني أن الأذان ساكن الجمل، هذا معنى الجزم، يعني يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، ولا يقول الله أكبر الله أكبر. عندنا في المالكية يقول الله أكبر الله أكبر، اللي هو إيه؟ التكبير الأول. لا معرض، وكذلك أشهد أن لا إله إلا الله، ويسكن لفظ الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ولا يحرك. وكذلك حي على الصلاة، كل ساكن الجمهور، حتى في التكبير الأخير تكبيرتين الله أكبر الله أكبر، يعني ما يقولش الله أكبر الله أكبر، ما يعرفش. قال: بلا فصل بين جملة بفعل أو قول أو سكوت، فلو فصل لم يضر، بمعنى أن الأذان يكون متواليا من غير فصل، بفعل أو بقول أو سكوت. قال: فلو فصل لم يضر، يعني الفصل اليسير كالعدم. قال: وبنى على ما قدمه منه إن لم يطل الفصل، يعني ما لم يسكت، يعني قال الله أكبر الله أكبر ثم سكت خمس دقائق مثلا، ما ينفعش يبني وبعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. لكن واحد مثلا عطس أو تثاءب أو مثلا يعني صوته مثلا حدث فيه شيء فشرب ماء، الفصل يسير ده لا يضر. فإن طال الفصل قال بدأ الأذان من جديد. قال: وإلا ابتدأ. قال: وحرم الأذان قبل دخول قبل الوقت إلا الصبح، فيندب بسدس الليل الأخير ثم يعاد عند الفجر، يعني متى يحرم الأذان؟ قال: قبل دخول الوقت. ليه؟ قال: لأنه كذب، لأنه إعلام بدخول الوقت، يعني لو واحد أذن قبل دخول الوقت بخمس دقائق حرام، وتجب إعادته طبعا لأنه لم يقع في موقعه. وحرم الأذان قبل دخول الوقت، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث في السنن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. فمؤتمن على إيه؟ على دخول الوقت. أمين. فما دام مؤتمن يبقى لابد أن يراعي دخول الوقت، فلو شك ينتظر حتى يتأكد، وخصوصا يعني في أذان المغرب بالذات، لأنه لو أذن قبل غروب الشمس ولو بدقيقة أو بدقيقتين أفطر الصائم، وفطر الصائم فالوزر عليه، أمور خطيرة. يعني هو لو أذن بعد دخول الوقت بدقيقتين أو بثلاث أو بخمس لا شيء عليه، قلنا في الوقت الاختياري، ولو بعد ربع ساعة ما فيش مشكلة. لكن المشكلة الكبرى حين يكون الأذان قبل دخول الوقت. وهناك نقطة أخرى تترتب على الأذان قبل دخول الوقت.
صلاة النساء في البيوت، في نساء مستعدة للصلاة، بمجرد ما تسمع الأذان تقيم الصلاة وتصلي. احنا ذكرنا في أوقات الصلاة لو الإنسان قال الله أكبر قبل دخول الوقت بطلت الصلاة، يعني هو قال الله أكبر ثم سمع الأذان، يبقى إذن تكبيرة الإحرام وقعت فين؟ قبل دخول الوقت، وهذا باطل. إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا مؤقتا بوقت، فإذا لم يدخل الوقت وقعت باطلة. فدي مهمة جدا، المؤذن دايما يزيد دقيقة في دخول الوقت، يزيد دقيقتين أفضل من الذي يعني يقول لك بالضبط 1:05، يعني ما يتأخرش 5 ثواني. ليه؟ لا، أنت لو تأخرت دقيقة أو دقيقتين أفضل من أن يعني ممكن الساعة يحصل فيها تخريف. أنت خليك إيه؟ خليك في الأمان. قال إن الصبح طبعا فيندب تقديمه بسدس الليل الأخير ثم يعاد استناما عند طلوع الفجر الصادق. والأصل في هذا طبعا حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. لا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا حديث صحيح. لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، يعني لأنه يؤذن بليل، يعني ما زال الليل باقيا. ولذلك إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. فشرع للصبح أذنان بطول العام، هذا ليس خاصا برمضان. أحسن واحد يقول يعني الناس يفعلون هذا في رمضان، لا، ولذلك في الحرمين الشريفين يؤذنون أذان أول وبعد ساعة يعيد الأذان مرة ثانية. ليه؟ ليعود القائم، قائم الليل يعني يرجع إلى بيته ويوقظ النائم اللي عايز يتسحر يتهجد. هذا أذان منبه. ثم يعاد استنانا عند طلوع الفجر، يعني الأذان الأول حكمه إيه؟ مندوب، والأذان الثاني سنة مؤكدة. عشان واحد يقول ما حكم الأذان الأول وحكم الأذان الثاني؟ الأول مندوب والثاني سنة مؤكدة. أما شروط صحة الأذان قال وصحته بإسلام، قال فلا يصح من كافر وإن كان به مسلما. يعني الكافر لو بدأ يؤذن أذانه عندنا لا يصح، لابد أن يعاد مرة أخرى، لكن إذا أذن يكون مسلما، يكون مسلما بالأذان. ليه؟ لأنه تشهد 4 مرات، يعني لو قال مرة واحدة دخل في الإسلام. قال لكن طبعا حين دخل الأذان في البداية
قال الله أكبر الله أكبر كان كافرا. وبعدين مدام طبعا بدأ العبادة وهو كافر كانت العبادة باطلة، فلا بد أن تعالم المسلم أو يعيده. يعني ممكن بعد ما يخلص الأذان نقول لو سمحت أذن مرة أخرى، ما نقولوش أنت كنت كافر وأسلمت، لا أذن مرة أخرى. يبقى الأذان الثاني وقع إيه؟ صحيح، لأنه بعد دخول بعد الدخول في الإسلام. وصحته بإسلام وعقل لا من مجنون، لأن المجنون غير مكلف. فلو حتى لو أذن بعد دخول الوقت أذانا صحيحا لكنه ليس داخلا في التكليف، لأنه مرفوع عنه القلم وليس مخاطبا من قبل الشارع. هذه معنى ايه؟ العقل. وكل تكليف بشرط العقل. وذكورة لا من امرأة أو خنثى مشكل. وده طبعا عند ايه؟ جمهور العلماء يمنعون أذان المرأة. ليه؟ لأنه يحتاج إلى تطريب. وصوت المرأة عورة، فلا إيه؟ فلا تؤذن. وكذلك الخنثى المشكل حكمه حكم المرأة، لا يؤذن. قال ودخول وقت فلا يصح قبله في غير الصبح، يعني الأذان الذي يقع منه جملة أو جملتان قبل دخول الوقت حكمه باطل، يعاد مرة أخرى. فلا يصح قبله في غير الصبح، الصبح ده بأمر الشارع يؤذن. حتى العشاء ما هو العشاء عندنا احنا في المالكية لو أذننا بعد غروب الشمس بأربعين دقيقة الأذان صحيح. الأذان صحيح كما سيأتي. فإذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء. فالأذان عندنا صحيح. حتى قال ولا ينتظر غياب الأبيض خلافا للإمام أبي حنيفة. فالأذان الآن أذان العشاء بعد ساعة ونصف على مذهب الإمام أبي حنيفة. لكن العلم يقول حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني ما دام الحاكم أخذ برأي الإمام أبي حنيفة يبقى يجب على جميع الناس الاتحاد حتى لا يكون هناك إيه؟ بلبلة. لكن لو واحد مثلا أخطأ وأثر قبل يعني العشاء بخمس دقائق أو بعشر أو بثلث ساعة ما نقولوش عيد الأذان تاني. الأذان وقع إيه؟ صحيحا عندنا. ولذلك هنا قال فلا يصح قبله في غير الصبح فيعاد إذا دخل الوقت. لكن في العشاء طبعا دخل الوقت. ويصح من صبي إذا اعتمد في دخوله على عدل. يعني لا يشترط البلوغ في الأذان، لكن يشترط الاعتماد في دخول الوقت على البالغ العدل. يعني الصبي يعني لا يؤذن إلا إذا أمره العدل البالغ اللي هو يعني مؤتمن على دخول الوقت. وطبعا يعني العلماء برضو اشترطوا انه لابد من الاسماع، اسماع غير الحاضرين. يعني من شروط صحة الأذان يعني لو واحد أذن في سره لم يسمعه أحد يبقى كالعدم. الأذان في السر كالعدم لأنه مشروع للإعلام بدخول الوقت.
وبرضه الشيخ هنا يعني لم يذكر ان هو الشروط ان يكون باللغه العربيه، لابد ان يكون باللغه العربيه، لو واحد اسلم بالفرنساوي او بالانجليزي ما ينفعش، لان دي الفاظ شرعيه لابد من النطق بها كما نطق بها الشارع ولا باللغه العاميه. ولابد من ترتيب الايه؟ الشيخ ما ذكرش هذه الشروط لكن هي مذكوره في كتب الفقه. لابد من ترتيب الجمل. يعني واحد بدا بالشهادتين ثم كبر، او بدا بالحي على الصلاح حي على الفلاح ثم تشهد ثم كبر، لا يصح. يعني لابد ان ياتي بجمل الاذان على حسب ما رتبها الشارع. يعني ما يقولش مثلا حي على الفلاح قبل حي على الصلاه، ما ينفعش. مثلا ما يكبرش خمسه او ثلاثه او سته، لان يعني كل ده غير ايه؟ غير وارد. يعني لابد من الترتيب والالتزام بالالفاظ الشرعيه من غير زياده ولا نقصان. نعم؟ الإقامة غير البال. لا الإقامة لسه منها حكم ثاني. جاي الإقامة بعد الأذان. ولا بد نبه الشيخ الصدر برضو على وجوب خلو الأذان من اللحن. ودي مهمة جدا لأن اللحن في الأذان منتشر على مستوى العالم. مش مستوى مصر، على مستوى العالم. يعني ألفاظ الشارع يجب أن أن تنطق كما نطقها الشارع، ولا يجوز المد الزائد أو الحركات الزائدة. نبه العلماء فلا يقال الله أكبر كالمستفهم. معناها الله أكبر يبقى استفهام، لكن ده إخبار. الله أكبر أي الله الكبير أو الله كبير، لكن لما تستفهم تبقى قريبة من الكفر أو كفر والآخر، وإن لم يقصد يعني. لكن لما يقول الله أكبر، في ناس طبعا من الجماعة العوام أول مرة يأذن، خد يا فلان ناسي أي حد يأذن، هتلاقيه يمسك الميكروفون الله أكبر. مين قال له أذن؟ سيدنا عبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤية، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم أذن، فاختار صيتا جهوري الصوت ندي الصوت، وقال له إيه؟ علمه بلالا فإنه أندى وأمد منك صوتا. لابد إيه؟ كما يقول الشيخ هنا هيقول لك صيطا من ضمن المستحبات الإيه؟ الأذان. ويحذر من مد أكبر، دي عاد موجودة بكثرة، يقول لك الله أكبر أكبر. والعياذ بالله الأكبر ده نوع من الطبل برضه معناها كفر والعياذ بالله، وإن لم يقصد المؤذن هذا، لكن اللحن حرام، اللحن في ألفاظ الشارع حرام ولا يجوز. يبقى يقول الله أكبر، لكن يقول الله أكبر لا. اللي يقول كده يقول له لو سمحت إيه ابكي، خليك بعيد. أو يقول إيه؟ حي على الصلاح. هذا تحريف. ها؟ لأنه هو طبعًا ما يعرفش آخر الصلاة دي تاء ولا حاء. ممكن هو بمخه ان
الصلاح صلاح، هي صلاح صحيح، لكن الشارع ما نطقش كده، ما جاتش حي على الصلاح، هي على الصلاه بالهاء، يوقف عليها بالهاء ساكن، لكن كل ده موجود. ولذلك العامية أو الصبي إذا أسلم يعلم الأذان، يلقن زي ما لقن سيدنا عبد الله بن زيد بلال، ولقن صلى الله عليه وسلم الأذان لأبي محزور وسعد القرص، لقنهما صلى الله عليه وسلم الأذان للتعليم والتعريف، فكذلك دي سنة، يعني تلقين الأذان هذا سنة، وتعليم الأحكام. ولذلك قالوا إيه؟ عدم الإخلال بنظم الأذان من شروط صحة الأذان، عدم الإخلال بنظم الأذان، يعني يقال كما نطق به الشارع من حيث الترتيب ومن حيث الألفاظ ومن حيث النطق بالألفاظ. أما مستحبات الأذان قال وندب متطهر من الحدث الأصغر والأكبر، لكن لو أذن من غير وضوء أو أذن الجنب أذانه صحيح، لأنه ليس من شروط صحته الطهارة، لكن يستحب، قال لأنه عبادة، فالأفضل في العبادة أن يكون متوضئا. صيت أي حسن الصوت، يعني لأنه دعوة، والدعوة تكون بالإيه؟ بالقول اللين الحسن. وكان في زمان من علماء الأزهر يعني يذكر قصة اللي هي حالة يكفر دي، حالة يكفر كان واحد خواجة عدى عند الأزهر فسمع أذانا جميلا، الخواجة كافر يقول ما هذا؟ ما هذا الصوت الجميل والكلمات الحلوة دي؟ قالوا ده إيه؟ قالوا دي هذه دعوتنا إلى الصلاة، كلمات تقال للدعوة للصلاة، فتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا سيدا كما سمع المؤذن. مشى شوية طبعا في الغرية كده ووصل للجماعة اللي أنت عارفهم طبعا اللي هم إيه؟ بيجزموا الأذان يعني ويمنعوا التحسين فيه. الله أكبر الله أكبر، هيا على الصلاة بصوت يعني إيه؟ عجيب. قالوا إيه ده؟ الرجل وضح في قلبه الرجيم فيه أذان يسموه الأذان المجزوم، أذان مجزوم يعني مفيش إيه؟ لا مد ولا غنم ولا أي حكم من أحكام القرآن حتى. قال له لا ده واحد بيبحث عن حاجة رايحة حمار رايح لنا، يبحث عن حاجة ضايعة، منادي مش مؤذن، منادي. بعدين قال الحماري حالة يكفر، خايفين أحسن إيه؟ يرجع في كلامه. دي قصة كانوا يذكرون على ما الأزهر في الأزهر الشريف، حالة يكفر مشهورة عند المصريين، لأنه في ناس بتأذن فعلا أذان مؤذي. العلماء قالوا إن ألفاظ الأذان تأخذ حكم القرآن من حيث الترقيق والتفخيم والمد
والإزهار والغن أي شيء. يعني أحيانا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يعرفش طبعا الإدغام، ما يعرفش أشهد أن لا إله إلا الله. أنت بتسمع على لا؟ بتسمع هذا الكلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ده دليل على أنه لم يأخذ الأذان عن أحد. أو أشهد أن محمدا رسول الله، مدغم، أشهد أن محمدا رسول الله، إدغام من غير غنة، يعني نفس أحكام القرآن. لأنه يعني العلماء يقولون في علم التجويد موضوعه القرآن والسنة، القرآن والحديث النبوي، يعني أنه يجود كما يجود القرآن. لأنها ألفاظ وحي، السنة هي الوحي الثاني. والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني السنة. فالسنة هي الوحي الثاني، وهي بيان للقرآن، يبقى تأخذ حكم القرآن في النطق احتراما له، حتى لا يعني نساويها بإيه؟ بكلام سائر الناس. وندب متطهر صيت، فالصيت اللي هو حسن الصوت، لو واحد صوته أجش أو صوته غليظ جدا أو صوته مخرخش كده غير واضح، المفروض ما يأذنش. لا، لأن هذه دعوة، دعوة إلى الصلاة. أنه في واحد صوته ينفر من الصلاة، يسمعه واحد يسمع يقول والله أنا مصلي هنا عشان ده، لأنها دعوة. صيت مرتفع على مكان عالي، ولذلك بنيت المنائل من أجل هذا، المنائل مرتفع على حائط أو منارة. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سن الأذان الأول، سن الأذان الأول في الجمعة اللي يقال له الأذان الثاني، اللي هو قبل الأذان بين يدي الخطيب، أمر مؤذنا أن يذهب إلى الزوراء. الزوراء دي كانت دار عالية في وسط سوق المدينة. ليه؟ ليعلم الناس بدخول وقت الجمعة. هذه أساس الإيه؟ أساس الأذان الذي أحدثه سيدنا عثمان. الجهلاء المتمطعون الآن لا يرضون به. هذه بدعة، بدعة، ده سنة بنص كلام رسول الله غصب عن عينه. لأن الله صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فقولك بدعة يعني هذا جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة وأنت تقول بدعة؟ إزاي؟ لأن السنة هنا بمعنى الطريقة الحسنة، طريقة حسنة فعلها سيدنا عثمان لأنه وجد الناس لا يحضرون للجمعة إلا بعد قرب نهاية الخطبة أو عند الصلاة، لأن الأذان كان يعني بين يدي الخطيب، يعني بجوار المنبر كان الأذان. يبقى إذا كل اللي في السوق لم يسمع. سيدنا عثمان أمر الرجل أن يذهب إلى هذا المكان المرتفع، سموه الزوراء، الدار العالية في وسط السوق، وقف عليها المؤذن وأذن
ليعلم الناس بدخول وقت الجمعة. عشان كده قالوا يستحب أن يكون مرتفعا، المؤذن يعني أن يكون مرتفعا على حائط أو منارة للإسماع، قائم لا جالس. لكن لو أذن جالسا جالس، لكن يستحب أن يكون قائما. كان لا جالس فيكره إلا لعذر كمرض، واحد مريض لكنه مؤذن المسجد فيؤذن جالسا. مستقبل القبلة، يعني وأن خير الأعمال ما استقبل به القبلة. مستقبل القبلة إلا لإسماع فيجوز الاستدبار. في المالكية قال يعني يجوز أنه إيه يستدبر القبلة لإسماع من يسكن عكس القبلة، يعني في المنطقة الشمالية. ولذلك في المنارة يلف كده حول المنارة حتى يسمع الناس. لكن باقي العلماء قالوا يبقى الجمهور، قالوا يبقى مستقبل القبلة ويلتفت بالحيعلتين يمينا ويسارا برأسه وصدره إلى إيه؟ إلى القبلة. يعني يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يسمع من عن اليمين أو عن اليسار. لكن عندنا في المالكية قال يجوز إيه؟ إن هو يستقبل للإسماع. وندنى حكايته أي الأذان لسامع، لأن يقول مثل ما يقول المؤذن من تكبير أو تشهد لمنتهى الشهادتين. طبعا الأصل في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الصيغة طبعا واردة في الصحيحين أيضا، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والعظمة مقام المحمد وعدته، حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيقول عندنا احنا في المالكية يقول الله أكبر الله أكبر بعد ما يسمع من المؤذن يقول، وحينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول بعده. إحنا عندنا حكاية الأذان لغاية الشهادتين وتكفي في الحكاية. ولذلك قال ولو كان السامع بنفل أي في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع، بلا يعني ما يرجعش الشهادتين مرتين مرة واحدة، إلا إذا لم يسمع المخطوط فلا يحكي الحيالتين. يعني هو إن سمع الشهادتين بصوت منخفض حكاهما، وإن لم يسمعهما حكى طبعا الشهادتين هما بصوت مرتفع. قال حتى ولو كان يصلي نفلا، يعني واحد مثلا دخل فنوى تحية المسجد أو سنة الظهر أو سنة العصر والمؤذن يؤذن، قال يجوز له يعني طبعا يعني في الركوع أو السجود أو التشهد، لكن هو يقرأ الفاتحة والصلاة لا يحكي، إنما يحكي في حال الركوع وحال السجود، لكن لغاية أشهد أن محمدا رسول الله.
أصلي يحكي لنهاية الشهادتين. ليه طيب؟ قال لأن الحيعلتين وما بعدهما دعوة للصلاة، والحاكي الذي يحكي الأذان لا يدعو وإنما يردد ما يقوله المؤذن. فعندنا هذا رأي المالكية. قال وظاهره أنه لا يحكي ما بعدهما، يعني ما بعد الحيعلتين من تكبير وتهليل اللي هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال وهذا هو المشهور عندنا، المشهور في مذهب الإمام مالك أن حكاية الأذان تنتهي إلى الشهادتين حتى ولو كان في صلاة نافلة. وقيل يحكيه لأنه ذكر، يحكي حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقيل يحكيه لأنه ذكر. يعني إحنا عندنا قولان، المشهور إلى نهاية الشهادتين، والقول الثاني إلى نهاية الأذان. لكن لا يحكي الصلاة خير من النوم قطعا. قال ولا يبطلها بقوله صدقت وبررت، يعني أن كلمة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم عندنا في المالكية لا تحكى. ولا يبطلها بصدقت وبررت، لا يبطلها ذلك لأن عدم الورود كلمة صدقت وبررت. بس بعض الناس يقول لك سرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، وانما قالها سيدنا بلال كما ذكرنا، واقره صلى الله عليه وسلم عليها وامره ان يجعلها في اذانه الصبح. لكن على اي حال لو خرج من الخلاف وحكى الاذان الى اخره لكان احسن، لان العلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب من افضل. طبعا من السنه لم يذكر شيء ان الانسان حينما يسمع الاذان وينتهي منه المؤذن ويحكي مثله يقول ايه؟ وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله وعصم مقامك الذي وعدته. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغه الابراهيميه، اللهم صل على سيدنا محمد الى انك حميد مجيد. ثم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ليه؟ لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. طبعا أحب شيء إلى الله سؤال العافية، وده كله ده وارد في السنة، كل ما قلناه هذا وارد في السنن القولية وذكرناها قبل ذلك. آخر شيء طبعا الإقامة، وهي كلام فيها قليل. قال ولما فرغ من الكلام على الأذان انتقل يتكلم على حكم الإقامة للصلاة فقال والإقامة سنة عين لذكر بالغ فذ أو مع نساء وكفاية لجماعة الذكور البالغين، وندبت لمرأة وصبي سرا وهي مفردة إلا التكبير وجاز قيامه معها وبعدها. الشيخ يقول والإقامة للصلاة سنة عين، لكن الأذان سنة كفائية، يعني إذا أذن واحد يكفي على الجميع، لكن دي سنة عين للفذ، سنة عين
لذكر بالغ فذ، اي منفرد، لكن بالنسبه للجماعه يكفي البالغ عنهم وسنه كفائيه للجماعه وسنه عين مين للمنفرد. بس اوكد من الاذان، اوكد من الاذان، ولذلك يشترط فيها ايه؟ الطهاره والاتصال بالصلاة وعدم الكلام، لو تكلم بطلت ويعيدها، كلام علمي يعني، حتى ولو كان مع نساء يصلي بهن، يعني الرجل لما يصلي بالنساء يبقى من اللي يقيم؟ الرجل يقيم هو ويصلي بهن، أو يصلي مع صبيان يؤذن يقيم الصلاة البالغ الذي يصلي بالصبيان. وسنة كفاية طبعا لجماعة الذكور البالغين، متى أقامها واحد منهم كفى، ويندب أن يكون المؤذن، يعني يستحب أن يكون هو المؤذن، لكن لو أذن غيره جاز كما قال الشيخ التدبير في الشرح الكبير. بعض الناس يعمل مشكلة في الأذان في الإقامة، واحد يقيم مثلا غير المؤذن، فتجد واحد يقول لا الذي أذن هو الذي يقيم، لا، لكن وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنا يؤذن وأمر مقيما غيره يقيم، اللي بالك مثلا ما تعملش خلاف في المسجد. هنا قال يندب أن يكون المؤذن، فلو أذن أقام غيره جائزة. أما المرأة يستحب لها إقامة، في حق المرأة مستحب، لكن في حق الرجل الفذ سنة مؤكدة. والصبي يقيم لنفسه على سبيل الاستحباب كالمرأة، لمرأة وصبي سرا فيه، يعني يقيم في السر، والمرأة تقيم في السر إلا إذا كانت مع نساء تقيم جهرا. وهي الإقامة، ألفاظ الإقامة مفردة ما عدا إيه؟ التكبير مفردة، يعني حتى قد قامت الصلاة عندنا مفردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يثني الأذان ويفرد الإقامة كما ورد في السنة، إلا التكبير منها أولا وآخرا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، دي الإقامة عند المالكيين. قد قامت الصلاة مرة واحدة مفردة كلها ما عدا التكبير في الأول وفي وجاز للمصلي قيامه بعدها. هي عند غير المالكية قد قامت صلاة مرتين وردة في السنة، لكن عند المالكية لو شفع شيئا غير التكبير يعيده عندنا. القيام للصلاة آخر مسألة، لو جاز للمصلي قيامه بعدها أي الإقامة، أي حال الإقامة أو بعدها، فلا يطلب لهم أو فلا يطلب لهم تعيين حالة بل بقدر الطاقة، ودي فتوى الإمام مالك رضي الله عنه. والصحابة كانوا هكذا، كان بعضهم يقوم مع الإقامة للصف يعني، وبعضهم يقوم بعد الإقامة، وبعضهم يقوم إذا رأى الإمام، كل ده وارد في السنة، كل هذا جائز، يعني من قام معها أو بعدها أو إذا رأى الإمام كل ذلك جائز ووارد في السنة، فلا خلاف يعني، لأن بعض الناس مثلا يقول لا لا نقوم إلا عند قد قامت الصلاة، لا مفيش، إنما حال الإقامة يعني مع البداية
أو في الوسط أو بعدها أو عند رؤية الإمام داخلا، يعني الإمام داخل من الباب للإقامة يجوز القيام معه. ولذلك نكون انتهينا من باب الأذان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين